جاي سمعوني ان شاء الله. مساء الخيرات دكتور، الصوت واضح. هلا منتظر، شلونك؟ شو اخبارك دكتور؟ حبيبي منتظر، نعم دكتور. شلونكم انتم؟ اسف في الوقت شوي، لا لا يعني لا تاخرت جد شوي لا 8 دقائق. جدا عادي دكتور، على راحتكم. المحاضرة احاول انزلها انا. اذا احد عنده يقدر ينزلها، تقدر تنزلها منتظر؟ عادي الو، دكتور، عادي دكتور، ما عندي مشكلة. يلا اوكي. انا جاي ادور بالبوك مارك اللي عندي. انا صراحة اليوم على الايباد فتحت المحاضرة، اليوم افتحها على الحاسبة. اوكي، تنزل لنا المحاضرة ان شاء الله هسه. بس خلي اشوف السكرين. دكتور دز لي اياها وانا اسوي لها سكرين شير، بس دز لي اياها على ال يلا انا راح اسوي لها سكرين شير. ها اوكي اوكي، تمام تمام شو ايش راح يجي؟ أنا منزل على جوجل درايف الصراحة، بس ما جاي تجي محاضرة PDF فيها. دقائق دكتور. اجتك؟ اخوان الطلاب موجودين؟ شو اليوم العدد اقل؟ 90. شو عجب؟ ظهرية نايمين؟ شنو احتمال دختم النت المحاضرات؟ لا دكتور، شوية النت اليوم موشي فيروح يعني. اوكي، نعم ماكو مشكلة، نعم بس دكتور. الحبوب وفتحوا لكم اياه بعد. النت ليش مو زين؟ شو تريدون؟ راح نبلش. جاي سمعون صوتي واضح بصراحة؟ الو، واضح دكتور، جدا واضح. اوكي. طبعا اليوم نكمل المحاضره ان شاء الله، محاضرتنا الكولينرجيك. المفروض هي المحاضره الامانه ساعه، بس انا حاولت ان اختصرها الى ساعتين. ساعه نطبيها هو طبعا الكولينرجيك، ساعه نطبيها الدايركت، والساعه الثانيه نطبيها الاندايركت ان شاء الله. اوكي، فاحنا الدايركت تكلمنا عنه وحكينا عنه، وحكينا عن الدرجات اللي هي شبيهة بالأسيتايل كولين، واللي نفس البروتايب الأسيتايل كولين. وإذا تذكرون حكينا عن البايلوكاربين، النيكوتين، البيثانكول وغيره. وأهم شيء بهاي الهوسة كلها أنه نعرف إحنا شنو الريسبت الترانسميتر المهم عندنا واللي يشتغل هاي الشغل كله. وراح اعيدها مره ثانيه. هو عندي مشكله، الاهم شيء هو الاسيتايل كولين. فالاسيتايل كولين هو محور هاي المحاضره كلها، والمحاضره الجايه طبعا. المحاضره الجايه راح تكون على الانتي كولينرجيك دراجز اللي هي ماسكاربونيكوتينيك. فاحنا اذا عرفنا شنو الاسيتايل كولين نحلت كل المشاكل عندنا، وعرفنا شنو الخطوه الجايه اللي راح نسويها. مثلا خطوتنا الجايه انه احنا نزيد الاسيتايل كولين، لو نقلله نخليه يشتغل زايد وما نخليه يشتغل زايد. اوكي، عرفنا بالدايركت انه اغلب المركبات الدايركت هي يعني الجزء الاساسي من عندها يشتغل لوكال. ليش؟ لانه عندنا فد وايد ام ريسبتر هو شبيه الاسيتايل كولين، فد وايد ام ريسبتر، وهاي الام ريسبتر يجوز يروح لها للبرين، يجوز يروح لها المكانات احنا ما نحتاجها بصراحه. وذكرنا ونتذكر انه مكانات الام ريسبتر وين موجوده؟ قد بالبرين، موجوده بالمسل، العفو سوري، بالسمباثيتك جانجليا، السوبرارينال ادرينال، وبالبلاد فازلز اللي هي ما موجوده اصلا كنيرف لها، بس مجرد ريسبتر واللي يشتغل عليها
exogenous و endogenous substances. ال endogenous substances قلنا عليها ال مو موجود بجسمنا من افرازات راح تفعل لنا الامريسبتر. وحكينا على اي جلاند قلنا بها يشتغل الامريسبتر الاكتيفيتي مالته. وكذلك تطرقنا الى موضوع كلش مهم هو موضوع الاي اللي هي قلنا بها الامريسبتر تشتغل على ثلاث مكانات تقريبا: ديكريز انتراوكولار بريشر، الاكوموديشن اوف فيجن، والبايوسيس اللي راح تسوي لنا اياه. وهذا كلها تعرفون عرفنا انه راح يعبر من يصير كونتراكشن للكونستركتور ماسل. اذا تذكرون صح هذا هاي السلايد عفوا اذا نتذكره كونستركتور بيوبلي هاي المسل راح يصير بها راح تفتح لنا الكانال اوف شليم او خلينا نقول ترابيكولار مش مش نت اور مش ورك. ومن عندها راح يعبر الكوسهومر للكانال اوف شليم وبعدها راح يروح للليمفاتيك والبلاد فيسلز. اوكي سيستم سيركيليشن يعني نفس بها حتى يصير درنج انتراكولار بريشر. الاكوموديشن اوف فيجن قلنا على النير فيجن احنا راح نشوف هنا النير فيجن بها وواحد من الدراجات المهمه اللي حكينا عليها والبايوكاربين. بس اهم شيء احنا عرفنا انه الميكانيزم مالتنا هسه تعتمد على دواء يشبه الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين كنفسه كدواء ما نقدر نستخدمه لانه هو شورت اكتنج والاكتيفيتي مالته او سايد افكت مالته كلش هواي. احنا هسه نجي بموضوعنا الجديد اليوم هو الاندايركت الاندايركت دراجز. السؤال هنا اللي يتبادر الذهن شنو قصدي بالاندايركت دراجز؟ الاندايركت دراجز هي الادويه اللي ما راح تشتغل تشتغل عمل الاسيتايل كولين نفسه. بس شنو راح تروح الانزيم انا شنو الفكره مالتي كلها هي هاي الفكره اللي اريد اوصلها او اللي اريد يعني استفاد من عندها انه انا اوفر اسيتايل كولين بكميه جيده بالجسم حتى يقدر يؤدي لي الوظيفه اللي انا اريدها حتى يروح للمسكر نيكوتينيك ريسبتر حتى يؤدي لي وظيفه معينه. مثلا واحد عنده مصل ريلاكسيشن اريد اسوي شد عضلي اريد يسوي شد عضلي يروح يضرب اسيتايل كولين لوكالي حتى يسوي شد عضلي. ده انا طبعا هنا اضرب المثل بس هو مو حقيقي. فانا الهدف مالتي التارجت بالنسبه لعملي كله انه انا احتاج استخدم دواء او مجموعه ادويه تزيد الاسيتايل كولين بالدم. واحنا قلنا دايركت انه انا اعطي اسيتايل كولين، اندايركت لا لازم افهم شنو الميكانيزم مال الاسيتايل كولين، شو يصير للاسيتايل كولين حتى اقدر هاي السلسله اكسرها بطريقها بحيث انه انا الاسيتايل كولين احاول انه اجمع بكميات جيده بالجسم. فحتى اجمع بكميات جيده لازم ما اخليه يتكسر. اوكي هنا عندي انزيم كلش مهم اذا تشوفونه شباب كلش مهم هو الكولين استريز انزيم. هذا وظيفته شو يسوي؟ يفلش الاسيتايل كولين ويحول لي الى كولين واسيتيت. اوكي حتى يرجع بعدين يصير له ري ابزوربشن من جديد. هذا وين موجود؟ موجود تدرونه دائما بالنيرف اندينج او التيرمينال فيزيكول او نسميها المكانات النهايات اللي راح يشتغل بها الاسيتايل كولين. وين اكو ريسبتر؟ وين اكو وين اكو ريسبتر وين اكو ترانسميتر؟ الصراحه هذا كلش كلش مهمه. اوكي انا اعتذر هذا الصوت شيء مستمر عندنا ما يخلص من عندنا. فهنا عندي انزيم كلش مهم هو الكولين استريز. الكولين استريز احاول انه اوقف عمله بانه يكسر الاسيتايل كولين الى اسيتيت كولين. اوكي وبهالطريقه هاي راح ازيد الاسيتايل كولين بالجسم وزياده الاسيتايل كولين هنا هي راح تؤدي للوظيفه اللي انا احتاجها. اوكي فخلني نبدي نقطه نقطه شباب انه انا اروح اوقف هذا الانزيم اللي يكسر لي الاسيتايل كولين. هنا راح اجي اقول انا راح استخدم دواء راح يكسر لي يوقف لي الكولين استريز حد من تكسير الاسيتايل كولين حتى يصير عندي كميه اسيتايل كولين كافيه بالجسم. هنا عندي
مجموعتين، مجموعه ريفرسبل يعني يروح يكسر الكولين استريز بكميه كلش قليله، يعني بوقت قليل عفوا يعني، وبعدها ينتهي مفعوله. ومجموعه ثانيه الريفرسبل يعني تروح توقف لي الكولين استريز نهائيا بعد ما تخليه يشتغل، وهنا راح يظل يتجمع الاسيتايل كولين بدون ما يتحول الى كولين واسيتات، وراح يبدي مضره للجسم. المجموعه الاولى هي مجموعه دوائيه نستخدمها لعلاج امراض، المجموعه الثانيه هي يعني استخدموها بالفترات الاخيره كمواد سامه، اوكي، او هي مواد سامه بالفعل، ما عدا يمكن دواء واحد انا راح اتطرق له بالحديث بعدين، هو هذا كانوا يستعملونه للعين نفس شغل البايلوكاربين، نستفاد من عنده بالناس اللي عندهم انكريس انتراوكولر بريشر اللي هو جماعه الجلوكوما، وبعدين ورا فتره استغنوا عن هذا لانه شافوا مفعوله كلش طول. اذا انا عندي عندي مجموعه ما راح تشتغل شغل الاسيتايكونين، بس شو تسوي؟ راح تكسر او توقف الهرمون اللي يكسر الاسيتايكونين، وبهذا تتوفر لي كميه اسيتايكونين بالجسم كلش جيده. من يقوم بهاي العمليه؟ نقوم مجموعتين، مجموعه تروح توقف الهرمون الكولين استريز انزيم العفو وقتيا يعني مده ساعه ساعتين ثلاثه، اوكي، ومجموعه لا توقف بشكل دائم. طبعا هنا هسه راح نرجع نقول انه اكو هنا سموها بوند كوفالنت بوند، يعني اسره متماسكه كلش قويه اللي يسويها المجموعه. هل تفاعلين ذني الناس اللي تسوي لي يعني احنا نسميها ريفيرسبل، الناس اللي تسوي لي توقف الكولين استريز وفتره وقتيه محدده نسميها الادويه هي ريفيرسبل كولينرجيك دراكس، اوكي، وذيتشه نسميها ريفيرسبل كولينرجيك سبستانسز، اوكي، باعتبار انه هي مو دراكس، هي مواد يعني سامه او توكسين. التفاعل اللي يسوي هاي العمليه هي يسمونه بالريفرسبل يسمونه كاربيمايليشن، اوكي، ليش؟ لانه اكو هنا كاربيمايليتد انزيم اللي يروح يعني تفاعل كيميائي وقتي، اقصد به هو هذا من تجي كلمه كاربيمايليشن يعني تفاعل وقتي كيميائي، هذا راح يوقف لي كولين استريز لفتره قصيره جدا، اوكي، وبعدها يرجع الكولين استريز يرجع بصوره طبيعيه. التفاعل الثاني اللي هو الريفرسبل اللي هو نسميه فوسفوريليشن، ليش؟ لانه اغلب المواد هذا تحتوي على مركب اسمه الفوسفورس، وهذا نسميه اورجانوفوسفورس، وهذا جاي نتعامل بها بحياتنا اليوميه كل شوي، الادويه، مبيدات الحشريه، المبيدات الزراعيه، وكذلك اذا احنا شعب يعني مر بتجارب هواي هو غاز الخردل وغاز الاعصاب اللي نسمع عنه كل شوي، اوكي، طبعا هذا موضوع سياسي ما نريد ندخل به، بس احنا يعني التجربه اللي عشناها بالتسعينات شفنا امور هواي عن هذا الموضوع. طبعا هنا الادويه اللي راح نتكلم عليها بالكم يا شباب، مو منتظر دكتور وياي، واضحه الامور؟ لو تعبانين احسكم خاف. لا جدا واضحه دكتور، اوكي. هنا طبعا حتى اسرع بالسمع، عندي مجموعه ادويه بالريفرسبل، اوكي، هسه هاي حكينا الدايركت العفو دايركت، احنا نتكلم بالدايركت اللي هي ريفرسبل. طبعا عندنا الادروفونيوم، النيوستيجمين، الفايزوستيجمين، البايريدوستيجمين، وال امبي العفو هذا انا الدرك مو كل شويه، دوني بزيل اللي هو يستخدمونه للجماعه الالزهايمر، وحكينا عن الميموري العفو والذاكره، امبيمونيوم. الريفرسبل هي الاورجانوفوسفورس كومباوند اللي هي ايكوثايوفيت اللي حكيت عنه، وهذا ايكوثايوفيت هو اللي يستخدمونه للجلوكوما. خوش، الكولينرجيك طبعا الدراكس، هسه راح نجي الاندايركت مالتها اللي هي كولين استريس انزيم بريفيت هايدراس اوف اسيتايل كولين، وهذا يفعل لنا كل الادويه اللي كل العفو كل الادويه اللي تستخدم على مود تفعل اسيتايل كولين وتزيده.
اوكي حتى نفهم الفايزوستيجمين والنيوستيجمين عندنا تو دراكس هذني هسه نبدا بها. الفايزوستيجمين النيوستيجمين كلمه نيو تعرفونها يعني معنى نيو نيو يعني حديث. فالنيوستيجمين هو علاج مستحدث نفس يعني من الفايزوستيجمين بس مجرد هاي الكلمه وهي كلمه التجديد نيو جديد يعني. الفايزوستيجمين هو ناتشرال والنيوستيجمين هو سينثيتك. فالفايزوستيجمين يعني النيوستيجمين هو علاج شبيه للفايزوستيجمين لكن اكو سلبيات بالفايزوستيجمين حاولوا انه يسوون دواء جديد اسمه نيوستيجمين حتى يتخلصون منه. من عندها انه احنا نعرف الفايزوستيجمين طبعا راح تلقون بالمحاضره انا اكو نقطه مركز عليها انه الفرق بيناتهم هذا بلانت ذاك قلنا سينثيتك هذا اسره من النيتروجين. احنا نعرف النيتروجين هو اساس كل المركبات فاسره نيتروجينيه ثلاثيه احنا نسميها تيرشري امين. فبما انه تيرشري امين فهي ستيبل لانه النيتروجين او كل الامين هي اما ثلاثيه او خمس عواصر اما ثلاث خواصر زوجيه فرد العفو بينما اذا صارت فرديه فصارت انستيبل. طبعا الانستيبل هي نيوستيجمين فالنيوستيجمين هو اسره رباعيه يعني اكو ذره نيتروجين وياها اربع عواصر واذا تذكرون بالسادس او بالكيمياء او بالبايوكيمستري نعرف شنو العواصر انه النيتروجين اذا اخذ عاصره جديده فراح يبقى فيبقى مشحون بولر يعني راح تبقى بشحنه موجبه لانه هو المفروض خمسه او ثلاثه فالعاصره الجديده اما يفقدها او يكسب عاصره جديده حتى يقدر يوازن شحنته. ف الفرق البسيط به هو الموجب مالته هاي الشحنه الموجبه اللي موجوده على النيوستيجمين اعطته خاصيه جديده احنا قاعده حفظوها وراح تستمر وياكم. يعني كل الادويه المشحونه اللي تحوي على شحنه زائده ما تقدر تعبر بلد برين بارير اوكي لانه بهيك حاله راح يعني يصيرها ري ايونايزيشن او ري كومبينيشن فتصير لارج سبستانسز ما تقدر تعبر البلد برين بارير. ولهذا الفائده اللي اجتنا بالنيوستيجمين انه ما يعبر بلد برين بارير. احنا قلنا هاي الادويه هي زيد كولين استرز وما انا زيد كولين استرز توقف الكولين استرز عفوا ما انه توقف الكولين استرز اذا زيدت الاسيتايل كولين زاد الاسيتايل كولين معناته أنا اشتغلت ماسكارينيك ونيكوتينيك. وبما أنه أنا ما أحتاج كل الماسكارينيك ريسبتر يعني أكو عندي ماسكارينيك ريسبتر بالبرين ما أحتاجها يعني أنا اليوم أريد أعالج فتشي موجود مثلا بعين المريض فمن أطي فتشي أورالي وهذا راح يروح يشتغل على كل ماسكارينيك ريسبتر فراح يأثر لي على البرين وهنا يسوي لي إكزايتيش يسوي لي مشاكل هو. أوكي. فأنا أتخلص من هاي الحالة بعلاج جديد ونستجمين. وقلت لكم أنه هنا عندي تيرشيري أماين وهنا بولر أيونايزد أماين اللي هو كواترن كواترت العفو. طبعا هنا قلنا بلد برين بارير ما يعبر ولهذا مثلا هاي الإكزيتاتري إكتمال الفايزوستيجمين اللي هي هيديك كونفولشن والكوما كلها خلص منها. السبب هذا الفايزوستيجمين بما انه نسلكتيف وقلت لكم على سايد افكت هواي فنستخدمه الاي دروبس. ولهذا السبب يعني اذا نتذكر الدراجز اللي استخدمناها كاي دروبس الجلينا والبايلوكاربين وجماعته نستخدمه بالجلوكوما وهذا راح يعني له تاثيرات لوكال يسوي لي ديكريز انتراكولور بريشر والكلوكوما وغيرها اوكي والاكوموديشن اوف فيجن. وهنا نتخلص من المشاكل اللي راح يعطيني اياها اذا اعطيناه سيستميك دوز. طبعا الى استخدام ثاني يعني فتشي بسيط انه الناس اللي عندهم مشاكل بالاتروبين او اخذوا دوز عاليه من الاتروبين تعرفون الاتروبين هو انتاجونست للماسكارينيك ريسبتر نعطي واحد من ذني الدرجات على مود حتى يقلل لي من الافكت مالته. بينما النيوستيجمين مثل ما قلنا اغلب استخدامات النيوستيجمين
الافكت البريفرالي مالته. اذا تذكرون اكو دراج عندنا بثانوكول حكينا عنه، يستخدمونه باليورال ريتينشن ويستخدمونه بالباراليتيك الياس او الباول افكت. ناس اللي عندهم امساك واللي عندهم عدم قدره تبول احتباس بالادرار نستخدم لهم البيثانوكول سابقا. احنا نقدر نستخدم هنا النيوستيجمين وهو مفيد بهالشي حاله، ولهذا السبب الناس اللي عندهم باراليتيك الياس اللي عندهم يورال ريتينشن كلش يفيدهم النيوستيجمين. هذا الاستخدام الاول للنيوستيجمين، بس بشرط اذا تذكرون احنا انا قلت لكم شو وقت ما نستخدم هاي الدراجات اللي تسوي لنا مشاكل كلش هواي. اذا تذكرون الاورجانيك اوبستراكشن يعني الناس الكبار الشياب، يعني خلي الناس اللي عندهم بناين بروستاتيك هايبربليجيا او عندهم اني ستون مثلا يوريثرا ستون او غيره لساده المثانه، او عنده مثلا هو ماس كولونيك ماس عنده ورمه لا سامح الله بالكولون، وانا اريد اسوي له هو بطن قبض اريد مش اخلي يقدر باس موشن او كونستيبيشن عنده، هنا عنده مشكله راح تصير. اذا اعطيت ذني الادويه راح يسوي لي رابتشر باني اورجانز لانه صار عنده اوبستراكشن يزيد الاكتيفيتي مالته. هذا يعني هنا التداخل الجراحي هو الصحيح. الخطوه الجايه الميديكال تريتمنت. اوكي شباب واضحه؟ بعدنا عن المشكله انه اغلبكم سادين المايكات، اريد اسمع واحد يسولف او يحكي او يناقش. عنده سؤال يسال ما دامني يعني بعدنا بهذا الموضوع المهم. شباب وياي انتم ما ادري جاي ينزل العدد مالتكم كوبيكم ينامون ما معقوله. خلينا نسمع صوت علي. علي ما جاي، افتح المايك علي عباس صاحب اريد. علي وينك علي؟ اريد علي عباس صاحب يفتح مايك. الو منتظر فعل لي علي عباس. علي عباس دكتور. اريد الو الو نعم علي وياك دكتور علي. ايه خو ما احسن علي؟ لا لا شوف حبيب علي انا حكيت لك انه الفكره انه نزيد الاسيتيكول. ايش وقت تعتقد انه انا ما اقدر استخدم هاي الادويه مثل بينثانيكول ونيوستيجمين ناس عندهم كونستيبيشن او عندهم يورال ريتينشن؟ شنو الحالات اللي بنظرك مو صحيح استخدمها والحالات اللي اقدر استخدمهم هاي الادويه؟ مثل بحالات اورجانيك اوبستراكشن اذا كان عند المريض. هو اي هذا هو اني اورجانيك اوبستراكشن علي يا جاي بالك ويانا مثلا اذا ايه مثلا اذا بحاله اليورينيشن اذا كانت عند ستون عند المريض. ايه طبعا بهاي الحاله راح اسوي اوبستراكشن يعني احنا الحالب. ما راح نسوي اوبستراكشن هنا بالعكس احنا هنا وشوف بقى علي احنا خلي شوي اعطيك صوره عن الجهاز الجينيتال يورينري تراكت. جينيتال يورينري تراكت يتكون من تو كيدنيز يوريتر واخر شيء ينتهي بالبلادر والبلادر ينتهي باليوريترا. اليوريترا طبعا تعرف اليوريترا عند الميل ببروستاتيك يوريتر بال ممبرينس واخر شيء بنايل يوريترا، بينما عند الفيمال ما موجوده هاي مجرد شورت يوريترا. اوكي بس هنا اني اوبستراكشن صار عندي الستون هنا ما راح تقعد باليوريتر لانه انا اليوريتر اذا قعدت بالستون راح اسوي لها هيدرونفروسس يعني الكلى راح توسع لي اياها، بس انا البلدر راح تبقى شغاله ما عندي مشكله. اذا انا مشكلتي وين؟ مشكله عندي اوبستراكشن بنهايه البلدر يعني البلدر تريد تعبر اليورين وتعبر لليوريترا هنا صار عندي الاوبستراكشن. واحد عنده ستركتشر مثال تروما عنده واحد وقع ذول يسموهم سترادل تروما. احنا عند الاجانب موجود احنا عندنا قل او ليش قل بسيطه الناس اللي يصعدون بايسكلات هواي واحد صاعد بايسكل وانضرب وصارت عنده تروما وين بالممبرين يوريترا ميل كميل
هذا يسمونه سترادل تروما، يعني سرج الحصان، وذول هم طبعا من الخارج يصعدون سرج هواي فيصير عندهم سترادل تروما، ذول يصير عندهم ستركتشر، يصير عندهم اوبستراكشن. انا اذا اعطي شيء اخلي المثانه تفرغ وانا انسداد خارجي عندي، عندي اورجانيك اوبستراكشن راح يسوي لي ربتشر. اوكي جيد، على بالك ويانا ان شاء الله دكتور ويا. تم اوكي. الاستخدام الثاني جيد حبيبي، تسلم. الاستخدام الثاني المن بالسكليتال مصر ريلاكسنت، كله احنا نعرف بالعمليات. انا قلت لكم اليوم الدواء هو باطنيه اكثر من ما جراحه، بس حتى الجراحه تعتمد على علم الادويه حتى تشتغل. اوكي الادنى اكو ناس مرضى يعطوهم سمول مصر سكليتال مصر ريلاكسنت، مو هو دائما لما تدخل عمليات يعطيك سكليتال مصر ريلاكسنت، يريد يشتغل مثلا عمليه جراحيه. ايوه اي جراح يعطيك هاي الادويه التخدير، ادويه التخدير بيها مصر ريلاكسنت حتى يخفف البيزوفيكال اكتيفيتي او ستيميليشن. اوكي هاي الادويه طبعا مرات يصير بيها اوفر دوز، واذا صارت اوفر دوز راح تسوي باراليسيس. يعني هو تسمعون واحد طلع من العمليات ما صحي، ليش؟ لانه مرات الدرج نفسه هو اخذ بجرعه عاليه او صار له ري ابزوربشن عالي وسوى لنا مشكله. هنا نستخدم النيوستيجمين حتى نعكس العمليه، نطرد السكليتال مصر ريلاكسنت اوفر دوز. اوكي الاستخدام الثالث كلش مهم، الاستخدام الثالث هو الميستينيا جريفيس. هذا فد مرض ان شاء الله بعدين. طبعا انا يعني من حكيكم يعني انا قاري بالراديولوجي مو بس بالفارما، بصراحه بالراديولوجي هواي عرفت عنه وشفته بحياتي اليوميه. طبعا اكو هواي زملاء واصدقاء كانوا يعانون من هذا المرض. مسدينيا جريفيس اسمه، ام جريفيس نسميه. طبعا هو فشي يرتبط مرات بالثايموس، الناس اللي عندهم ثايميك هايبرتروفي او غيره او هايبربليجيا، فهو اوتو اميون. كتعريف اوتو اميون كونجينيتال ديزيز افكتنج المسل، طبعا افكتنج المسل ريسبتر اللي هي ايش قلنا المسل ريسبتر هي ان ام النيكوتينيك ام. خوش اللي يصير بها انتيبودي اتاك الهاي ريسبتر وبعدين ديسترويد ذيس ريسبتر ذيرفور ميك ريلاكسيشن اوف ذا مسل. طبعا فيرست ستارتد بالبروكسيمال مسل واخر شيء ينتهي بالبريفرال مسل. يمكن فد شيء شبيه اذا سامعين بالجينيان باري وغيره من هاي الامراض، يعني ناس هواش احنا فتره صارت اتاك شون كورونا صار اتاك مال جلين باري، يعني بعض الاصابات قام يصير جلين باري. جلين باري هو نفس الشيء، هم براليسز للمصل يصير فايرال انفكشن وبراليسز للمصل وبعدين يصير عندهم ريسبيرتوري فيلر. طبعا هنا هي هاي نفس الشيء، اهل المستيني جريفز نفس الشيء يصير عندهم ريلاكسيشن للمصل. ليش؟ لانه سوينا ديستركشن وبلوكينج للمن للريسبتر اللي هي نيكوتينك ريسبتر اللي هي. طبعا بعض العلاجات يمكن بالوقت الحديث هسه قاموا شنو تايموس جلاند، لانه لقوا ريليشن بيها بين تايموس جلاند وال المستيني جريفز. طبعا حتى نعرف يعني هذا المرض، طبعا هذا المرض يعني انا ما اريد اتطرق لكم احكيكم كل شوالي، بس يمكن يمر عليكم إن شاء الله بالباطنية. فمر الكرام وذكروا هاي الحكايات بها أنه أنا المريض يعاني دائما بداية من بتوسز، تشوفون أنه أكو تهدل بالعين بتوسز، بعدها أنه حلقة ما يقدر يحركه وما يقدر يأكل، ويصير عندهم جنرالايز مصر ريلاكسنت، يعني يصير عندهم الأبدومينال وول يصير شيء خفيف، عضلاتهم يعني وهن عضلات كامل. أوكي فهنا الفكرة شنو نسوي حتى نقلل السبتم ونعالج المرض، لأنه قلت لكم هو كونجينيتال مثل واحد مصاب مثلا يعني متلازمة داون، هو مصاب طلع من بطن ما هو هيك، وناس هواي شو اسمه وطلع واحد عنده كدنة وحدة نفس الشيء، فهو مرض يعني صعب علاجه حاليا، بس مجرد تخفيف للأعراض. أوكي مثل واحد عنده سكر ما تريد تخلي السكر عالي، أنت ما تروح الطيبة من السكر نهائياً، بس ما تخلي السكر يرتفع. أوكي الديابتك، فهنا إيش نسوي هنا؟ هنا نسوي نزيد الفكرة كلها الأساسية ونرجع عليها، إنه نزيد الأسيتايل كولين. شلون نزيد الأسيتايل كولين؟ نكسر الكولين، نوقف الكولين استرس ونزيده. طبعاً هنا الدواء اللي راح نطيه هو نيوستيجمين. ليش؟ لأنه راح يزيد الأسيتايل كولين.
بالكولين استرس، وكذلك لقوا انه هو عنده اكزايتاتوري افكت للنيكوتينيك ريسبتور. احنا ليش ما نستخدم السؤال هنا، ليش ما نستخدم الفازاستيجمين؟ قلنا انه الفازاستيجمين بمشاكل هواي، واللي هي مشاكل السي ان اس اكتيفيتي، بينما الاستيجمين قلنا هو ما يعبر. اوكي، بالمستينيا جريفز اكو فد يعني، طبعا هو كومبينيشن ما نقدر نستخدم شيء اسمه واحده، راح نجيها نحكيها بالموضوع اللي جاي. طبعا اهل المستينيا جريفز تعرف انه انا اريد اشغل الاسيتايل كولين عن نيكوتينيك ريسبتور، بس انا هنا راح يصير عندي ماسكرينيك ريسبتور، الاسيتايل كولين ما يعرف ايش يشتغل، يروح للماسكرينيك ويروح للنيكوتينيك ريسبتور، يعني هو يشتغل على اثنينهم. فهنا شنو احلها هاي المشكله؟ استخدم دوز عاديه من الاتروبين، فالدوز محدده من الاتروبين، اوقف الماسكرينك افكت مات شو اسمه. عرفنا انه الماسكرينك افكت اذا تذكرون هو مجموعه مشاكل مثل قلت لكم الدياريا، اليورينيشن، الاكزايتاتوري والاكزايتيشن، سكيتال مسل تويتش وغيره. اوكي، العفو عن نيكوتين. فلهالسبب هذا او السؤال الدائم انا يعني بالنسبه لي اذا تريدون انا دائما اسال هذا السؤال بامتحان بغير، انا ليش الطنيوستيجمين زائد اتروبين؟ الفكره انه اقلل السايد افكت مال الماسكرينيك ريسبتور اور بلوك ذا انوانتد ماسكرينيك افكت. اوكي، هنا طبعا هاي المشكله هذه بهالسبب هذا بدأوا تعرف انت العلم جاي يتطور. هل المشكلة هذه مال نيوستيجمين انه يشتغل على المسكرين كورونيكوتينيك، انتقلوا الى علاج جديد اللي هو بالريدوستيجمين. اوكي، اللي من مميزاته انه راح يأفكت اولي على النيكوتينيك ريسبتور ولو تأثير قليل على المسكرينيك ريسبتور. فاستفاديت من عنده شنو؟ مور سيلكتيف البالريدوستيجمين، وكذلك لونج ديوريشن لانه يستمر من 5 إلى 6 ساعات. طبعا الباريدوستيجمين هو السؤال، يعني انا استخدم باريدوستيجمين افضل من نيوستيجمين؟ طبعا هنا لانه اول شيء ما احتاج الى اتروبين وياه، واثنين مور سيلكتيف ولا ميديريش. نعبر للعلاج اللي بعده هو الادروفونيوم. طبعا قلت لكم انه انا حتى الباريدوستيجمين حتى السيلكتيفيتي مالته احتاج انه فد بعد مور سيلكتيف. ف تعرفون بدأ التطور أزيد، فاكتشفوا علاج اسمه إدروفونيوم. الإدروفونيوم، مشكلة الإدروفونيوم طبعاً ولا ما اكتشفوه، هذا لقوا بمشكلة أنه short very short duration، يعني duration مالته يعني ما تطول دقائق، 5 دقائق يتوقعون إدروفونيوم. ولهالسبب هذا ونقطة هنا مهمة كلش مهمة، رفعوا الإدروفونيوم كعلاج للمستينيا جريفز. ولكن ايش قالوا؟ قالوا نستخدم ادروفونيوم تيست. اوكي، وسموه اتصور تنسيلون تيست، مو باسم عالم بس يعني تنسيلون تيست. شالوا الادروفونيوم كعلاج. اوكي، واعتبروه فقط للتيست. التيست اللي ما نستخدمه، وطبعا موجودين اهل النيورو، انا شايف عندهم بعض زملائنا عندهم امبولات ادروفونيوم حتى يتاكد منها انه هاي مستينيا جريفز. شلون يعرفها؟ لانه هي شنو مستينيا جريفز؟ مصر ريلاكسنت. مرات نيورولوجيكال ديفيسيت، يعني واحد مضروب بالنخاع الشوكي وشايفين كل شوي مضروب بالنخاع الشوكي وصاير شلل عنده باطرافه، فعضلاته ضعيفه ما يقدر يحرك هنا وما يقدر يحرك شيء. يجي الطبيب، طبيب الجمله العصبيه الشاطر، يوقف امام خيارين، يعني يقول هي هذا سببها مشكله بالجهاز العصبي لو مشكله بالعضله نفسها، هي صاير بها وستنج. اوكي، خاصه ذا الناس اللي عندهم بتوسس، اكو بعض الامراض سببها نيرف انجري. اوكي، اثر ضربه او شيء، او مو نيرف انجري، سببها جلطه بالدماغ مثلا، او سوت له بتوسس، او بدا تهدل بالعين. اوكي، اكو عندها هورنر سيندروم وغيره وغيره. فهنا استخدموا التونسيلون تيست او الادروفونيوم. اوكي، واللي هو هذا هسه راح نحكي عنه، لانه الاكشن مالته 5 تو 15 مينيت. اوكي، فاستفادوا من عندك كدايجنوستيك نوت فور تريتمنت. اوكي،
because of its high, very short duration of action. كذلك استخدموه طبعاً هاي وياها الله إذا تنضاف بعد أحسن. أنا بصراحة ما ضفته هنا. استخدموه للتفريق بين ميستينيا كرايسيس والكولينرجيك كرايسيس. ميستينيا كرايسيس شنو كولينرجيك كرايسيس؟ يعني أنت اليوم جاك مريضك أنت طبيب. طبيب باطني لأنه يعني قالوا لك هذا مريضك دكتور هذا هو المستينيا اللي جات تطيع علاج اللي جات تطيع نيوستجنين وجات تطيع باريزوستجنين وجات تطيع أتروبين شو شفناه كلش تعب فأنت هنا شلون تميز هذا التعب اللي صار بي بسبب المستينيا نفسها وبسبب علاجك يعني أنت منطي دوز مستمرة يعني دوز معدل طبيعي فحتى تشخص الحالة هنا شو تستخدم هو هذا الأدروف هونيوم اللي هو فتسبل كحول أو سمبل يعني إنجكشن بسيط كلش بسيط حتى تشوفها شو تسوي تطي دوز من الإدروفونيوم هي ما تأثر 5 دقائق إذا زادت الأعراض يعني معناته هذا كولينرجيك كرايسيس أنا شو نقصد بيه كولينرجيك كرايسيس يعني واحد ما أخذ دواء هواي نيوستجمين ما أخذ دواء أو نيوستجمين بدأ يشتغل زايد عنده فشي يصير عنده كولينرجيك كرايسيس يعني يصير عنده فتيجابيلتي لأنه تعبت المصل يعني انت اعطيتها على مود تسوي اكشن عندها زايد فهي تعبت لانه تعرف انها في المعادله كل الصعبه يدخل الكالسيوم والبوتاسيوم والاي تي بي والاي سايكليك ام بي وغيرها والاي تي بي تحول الى اي دي بي وغيره اوكي والكيتون بدي يتكون وزايد ويصير فد يعني فد ملتيبل سايد افكت اوكي هذا الادروفونيوم انا ما اريد اتكلم عنه هواي بس هو هذا قلت لكم هنا العلاج اللي هو ذو شقين باول واحد اللي هو مستينيا جرافيس دايجنوسيس واثنين ديفرنشيشن بين مستينيا جرافيس اند كولينرجيك كرايسيس مستينيا كرايسيس اند كولينرجيك كرايسيس اخر دواء راح ناخذه بهاي المجموعه اللي هو دوني بيزيل أنا يمكن إحنا حكينا بداية الموضوع عن فتشي بسيط كلش بسيط عن الدوني عن الميموري والأسيتالكولين إفكت طبعاً هذا دواء غالي هسه إحنا نعرف أنه هذا يستخدم الدواء للألزهايمر والألزهايمر تعرفوه هو مرض يعني هسه بدأ اليوم العالم كله ينخبص به لأنه أكو على مستوى رؤساء دول وعلى مستوى مسؤولين وعلى مستوى يصابون بهذا المرض الزهايمر أو إحنا بالعامية نسميه مرض الخرف اللي هو ديمينشيا ولوس أوف ميموري وغيره وغيره أوكي لوس أوف كوجنيشن يعني ما يقدر يتواصل ويا المجتمع اللي حوله مرات يصيرون بصراحة أجرسيف إذا شايفين وإن شاء الله يبعد أجدادنا وأجدادكم عن هذا المرض مرات يصيرون أجرسيف يعني يصيرون متوحشين يتعاركون يشردون يطلعون بالشارع هذا وذولا أغلبهم أعمارهم فوق 60 سنة فذولا يعني مو شياب كل شوية وعندهم ال يعني ال الوضع الاجتماعي وهذا وضع خاص وإذا تذكرون كل شوية يعني إحنا مرات ننعت شخص من أنه بدأ يفقد مثلاً أو بدأ يخربط معلوماته كل شنو صار بكالزهايمر يعني انت معلوماتك انضربت وطبعا هذا مجموعه من الثيوري وواحده من الثيوري اللي قالوا عليها انه اكو اسيتايلكولين موجوده سيلز موجوده بالدماغ يصير بها ديجنريشن وبهذا يعانون منها فيعطون اسيتايلكولين على مود يعني يرجعون ينشطون هذا وهذا واحده من الثيوري لحد الان اغلب العلاجات ما مكتشفه الا طبعا يعني وطبعا المرض اكتشفوه بال 1906 واغلبهم يعني اكتشفوه كونجلتا وانا قلت لكم اكو ثيوري له هنا طبعا 3 نظريات واحده قلت لكم انه ديجنريشن اوف يعني ميموري سيلز واللي هي موجود بها الاسيتايل كولين ولهالسبب هذا نستخدم كولين استريز انهبيتر حتى نزيد هذا وطبعا هنا لقوهم تحسن اكو بقيه يقولون بروتين اكيوميليشن واللي هي يعني مثل بروتين يسمونه 42 بي 42 بي 40 واكو بروتين اسمه تاو بروتين هاي النظريه الثالثه 3 نظريات هنا ما نخوض بهن ولا نتعب نفسنا بهن بس احنا نعرف انه الدوني بيزيل هسه الان علاج
يعطونا اورال طبعا، وهذا هم مشكله من المشاكل اللي يعانون عندنا، لان هذول اغلبهم يعني صعبين في التعامل. اوكي، احنا قلنا هذا يستخدم للديمنشيا لوس اوف ميموري اوف الزهايمر، يعني مو كل الالزهايمر، لانه الالزهايمر في مشكله كلش كبيره. الاخر موضوع الريفرسبل كولين استريز، واللي قلت لكم هي تقسم الى ثلاث امور، هي المبيدات الحشريه السكتسايد اللي جاي نشوفها، دواء عندنا ايكوثايوفيت اللي هو قلت لكم قليل استخدامه، واخر شيء هو غازات الحروب والغازات الاعصاب اللي هي غاز الخردل والسارين والسابين اذا تعرفون، واذا يعني تسمعون بالاخبار، واذا عندكم شغف بالسياسه وحب للسياسه راح تعرفون هذا الشيء. هنا انا راح اشرح فشي مختصر، كلش مختصر وبسيط بها. انا اعرف هنا التفاعل اللي قلت لكم بالريفرسبل شو اسمه كله، واذا تذكرون هو الفوسفوريليشن. اوكي، الفوسفوريليشن هو التفاعل موجود بداخل الفوسفورس سبستانس اللي ترتبط بالكولين بالاسيتيل كولين ريسبتر. اوكي، فهنا من تقعد على الريسبتر وتقعد على شو اسمه راح اسوي لي كوفالنت بوند، العفو. اوكي، راح اسوي لي سترونج كوفالنت بوند المن بايندينج للكولين استريز. من لزمة الكولين استريز، ونعرف احنا كولين استريز مهم على مود يكسر لي الكولين الى كولين واسيتات، فراح يزيد لي الاسيتيل كولين بالجسم كله. هنا بس ملاحظه مهمه كلش مهمه، بالكم وياي كلش، انا زاد الاسيتيل كولين، اذا انا ارجع بذاكرتي للمحاضره السابقه واقول زاد الاسيتيل كولين، اذا انا الكلمه اللي براسي هو الدمب ليس. دمب ليس يعني واحد يصير عنده دياري، راح كل شيء يكون افكت دياري، يورينيشن، لاكريميشن، سكليتال مصر تويتشنج، برونكوسبازم، بريديكارديا، كل المشاكل اللي راح يصير لي بسبب زياده الاسيتيل كولين. شكو شي ريسبتر ام وان راح يشتغلون عندي. طبعا هذا غاز الحروب او غاز الخردل او غاز الاعصاب ب ظاهرة اللونج ديوريشن الريفيرسبل، يعني من اسمه الريفيرسبل يعني فشي غير معكوس. شو يسوي هذا؟ راح يقعد الفوسفورس كومباوند تقعد عليه من على الكولين استريز وتسوي له سترونج كوفالنت بوند، وبعدها راح يزيد الاسيتيل كولين بكل البودي، وراح تبدي عندي مشاكل مع الاسيتيل كولين. طبعا هنا هاي الظاهره ما تبدي بسرعه الريفيرسبل، تبدي بعد 12 ساعه، واللي يسموها ايجنج يعني فتشي عمر، اللي هي راح يصير بها كومبليت كوفالنت بوند. اوكي، اند الريفيرسبل يعني هنا الكوفالنت بوند صارت نهائيه. وش ولهذا اذا تذكرون، اذا تذكرون صور حلبجة وغيرها، تشوف الناس ميتة الله يرحمهم طبعا بشكل متعقدين، واكو شيء طالع من حلقهم شلون المادة او السائل، وتشوف اجسامهم يعني متيبسة كلش. اوكي، لانه هنا سويت جلاند فرزت كل. اوكي، وصار عندهم برونكوس بازم، واذا تتذكرون هاي الصور والمناظر يعني. اوكي، يعني عشناها وشفناها. كلكم متعينين والله اعلم بعد الدوله تعينكم لا، هذا موضوع يعني. بس مهما يكون اليوم اذا تعمل بالطوارئ او مو بشرط تعيين، بدوامك بالطوارئ راح يجيك مريض اللي هو متسمم. وطبعا اكو احنا جاي نشوف حالات انتحار هواي، اكو ناس ينتحرون بهي هاي الادويه، واللي من انتها ادويه الفيران وغيره وغيره، لانه هو الحيوانات عندهم نفس الاسيتيل كولين الموجود عندنا، هو الاسيتيل كولين. فشلون راح اشوف المريض؟ السؤال هو المهم هنا. طبعا احنا من نحكي عن غاز الاعصاب، هذا هسه بدات قلت صراحه الهجمات الكيميائيه. فانا شلون اشوف المريض هنا؟ انا يوم طبيب طوارئ جابوا لي واحد قالوا دكتور هذا هاي الشابه انتحرت، او هذا الشاب انتحر، او هذا الطبيب ما لقى تعيين وانتحر. خوش اجاك وزميلك هو كان
وما متعين وجاك وشفته خوش فدخل عليك بالطوارئ، فانت ببالك تعرف بعد انت ببالك حالات الانتحار، اما شانق نفسه او شيء او هذا، بس انت بهاللحظه هذا شفته هذا عرقان ودياريا صايره عده بدون ما يحس، ويورونيشن متبول على نفسه كرمون وحلقه جاي يذب فت سوائل، فانت بسرعه بسرعه يجيك فكره بانه هذا متسمم مباشره، هذا متسمم بدواء فار خوش او فد ماده اورجانوفوسفورس بحيث مسويت له هيك حاله. طبعا هسه هي الاورجانوفوسفورس بدأوا بعض الناس هم يستخدموها كسميه، وحده ضايجه من زوجها وتريد تموته خوش، وجابته هي وياك تقرر بسرعه تباوع عليه تقول هذا متسمم فد مواد اورجانوفوسفورس بسرعه يجي ببالك. فهنا بصراحه من وصلت للتشخيص انقذت حياه هذا الانسان اوكي، وشخصته قدرت توصل به للتشخيص. فشو تشوف هنا؟ طبعا احنا مثل ما قلنا بتشوف تقيس نبضه براديكارديا، تشوفه هايبوتنشن، ريسبيريشن ما يقدر يتنفس لانه صار عنده برونكوسبازم وصار عنده ريسبيراتوري فيلر. الجي اي تي راح اشوفه دياريا، الجنرال يوناتراكت راح اشوفه يورينيشن على نفسه. اهم شيء تروح تباوع له بسرعه مباشره، عينك تروح عليه هو الاي مات المريض، راح تشوف بن بوينت بيوبل اوكي، بيوبل عفوا مو بيوبل يعني اشخاص بيوبل، البن بوينت بيوبل، وراح اشوف سكليتال مسل كونتراكشن وهاي كلش مهمه، وكذلك راح اشوف سويت جلاند اوكي. فهنا صراحه هنا نحتاج لنا طبيب شاطر هنا يبين اللي يفتهم جاي للطبيه صديق من اللي ما جاي للطبيه بواحس خوش. هذا بسرعه طبيب بسرعه باوع له قال هذا اورجانوفوسفورس، فاول خطوه يسويها هو طبعا يسوي رابيد اسسمنت يسمونه، وتعرفون شنو رابيد اسسمنت؟ رابيد اسسمنت اللي راح تتعلموها بالطوارئ يسموها الاي بي سي مات الطوارئ اوكي. اي بي سي، الاي هو ايرواي، والبي البريثينج، والسي سيركيليشن. هنا ثلاث نقاط ذني راح تنجح اي طبيب بالطوارئ. الاي الايرواي تشوف خاف اكو عنده بلغم شيء نازل بصدره، فبسرعه تسوي له سكشن يعني سكشن عفوا تسحب هذا. البي البريثينج بسرعه تشوف الفنتيليشن مالته يتنفس لو ما يتنفس، فتحط له تيوب مثلا مباشره، او تحطه على اكسجين، او تسوي له شو اسمه برونكو تيوب او تراكيوستومي العفو خوش، حتى تقدر تدخل. السي سيركيليشن تباوع البلس مالته والبرد برشر، غير هذني ما مطلوب من عندك اكثر، بس اجاك المريض شخصت اورجانوفوسفورس سويت ذن الثلاث نقاط، ابدا للمرحله الثالثه. المرحله الثانيه واللي هي المرحله الاسهل، وصراحه راح يجوك يساعدوك ما تبقى وحدك، المقيم الاقدمي اذا موجود والله هادي موجود تلقاه بالطوارئ، اذا مقيم اقدمي ما يداوم يسخن، فانت تبدا الخطوه الجايه اللي هي عليك. الخطوه شنو هي؟ تعطي اتروبين، وهذا ما يراد لها يعني واحد يمكن انتم تسمعون او تشوفون افلام موجوده كلش هواي هسه، الحرب العالميه الاولى طبعا بداوا يستخدمون الالمان، والحرب العالميه الثانيه شوف الجنود يشيلون ابره وياهم بسرعه يزرقوها بالفخذ مالتهم اوكي. طبعا مو اكو ثانيه المورفين هم يستخدموا اتروبين، هاي الابره الاتروبين يط اتروبين. ليش؟ لانه انا خلال 12 ساعه اذا لحقت على المريض ما صارت عندي مشكله الايجينج، قلت لكم اكو شيء اسمه ايجينج اوكي، يعني شيء رابطه راح يصير رابطه تساهميه لا يمكن كسرها بعد ما تنكسر اوكي. فابدي شنو هسه الدراجز؟ ابدي باتروبين. طبعا هنا احنا نسميه ترايوت، يعني اتروبين اوكزيم ودايازيبام. الاتروبين هو اهم دواء، الاتروبين راح يحل لك 99% من المشاكل اوكي. فش تسوي؟ تعطي 2 ملي جرام على 5 مينيت، وتحطه ب 200 سي سي او 150 سي سي، وتراقب اذا شفت البلس صعد 80 وال صار فوق 80 توقف هنا، تبقى المنقي تحت المراقبه. هنا راح تروح كل الاعراض ان هو لايف سيفنج درج اوكي.
كافي الاتروبين كلش يحل لك المشكله. هسه ردنا نتطور ان شاء الله نعطي فد مجموعه اسمها الاوكزيم اللي هي راح تلقوها هنا انا بصراحه اللي يسميها بام اللي هي برالي دوكسيم. اوكي هاي البرالي دوكسيم اللي هي يسموها كولين استريز ريأكتيفيشن، يعني ترجع تشغل الريأكتيفيشن. هسه انا وصلت مرحله الامور عادله وزينه وانقذت حياته، طبعا اذا انا طبيب شاطر، واذا انا طبيب مو شاطر او طبيب مو جيد 100% قبل للطب العدلي وما انتظر. بينما اذا طبيب شاطر وقدرت اوصل لهالمرحله طيت الاتروبين، الدور هنا شو اسوي؟ اكمل شطارتي واروح اجيب الكولين استريز ريأكتيفيشن، الكولين استريز حتى الغي كل الاعراض الباقيه. قلت لكم اتروبين طيب 99% فقط. الكولين ذني البرالدوكسين، واكو واحد ثاني طبعا داي اسيتيل اوكسيم، هم نفس العائله. دول كلهم كولين استريز اكتيفيتر. دول ايش يسوون؟ يسوون معادله بسيطه يسموها دي فوسفورلايزيشن. اوكي نطيه هذا، لازم نطيه بسرعه خلال 15 الى 30 دقيقه راح نشوف رده فعل الجسم مباشره عليه، لانه الكولين استريز بدا يشتغل. اوكي بعد 12 ساعه ذا هاي المشاكل صارت عندي يعني، فانا بعد ما اقدر ارجع كل شيء، والاوكزيم راح يصير عندي ضعيف. ليش؟ لانه انا بس اتروبين حتى هذا، وبعدين احاول انه ارجعه باكثر من طريقه طريقه. اخر شيء طبعا هنا عندي هاي المشاكل قلنا، انه اخر شيء اعطي ديازيبام. اوكي الديازيبام راح يخفف لي سنترال نيرف سيستم كومبليكيشن، واللي هي راح استفاد من عندها بحاله المريض عنده اورجانوفوسفورس. انا اتمنى انه هذا الموضوع واضح وكملناه وشرحناه. طبعا انا سويت لكم ملخص هنا، هذا تشوفونه هذا السلايد اللي قلنا عليها الدمبل. اوكي المختصر طبعا هو هذا هنا ذني انا كلهن مسويهن هنا. اوكي التزييز هم سوى مختصر بهن، الجلوكوما شنو استخدم لها، يوريتيشن البارازيتيك الياس اللي قلنا. اوكي وهذا المواضيع زيروستوميا والدراينس وال هنا الباراسمبث دراكس الكولينو ماميتك راح تشوفون الفارماكولوجيكال افكت. هذا ملخص كل الموضوع. اوكي هو هذا السلايد. شكرا طبعا فيري ثانكس شباب، انا اشكركم. طبعا هذا المريض عنده، انا في السؤال هنا، هذا المريض عنده مايوسيس لو مدرياسيس؟ منتظر اريدك انت تجاوبني. منتظر دكتور هذا مايوسيس عنده لو مدرياسيس؟ والله شو رايك؟ مايوسيس؟ ليش مايوسيس؟ خب مدرياسيس هو كعين متوسعة. كعين بها متوسعة. نعم دكتور. ايه وكعين ما متوسعة. هذا بالحالتين، هذا الحالتين موجودة عنده. ادوك نفسك. نعم. المايوسيس والمدرياسيس يعني ما تقاس على بس توسع العين والمدرياسيس عفوا، هي المدرياسيس توسع العين بؤبؤ العين، والمايوسيس هو ذا، بس ما يقاس هيجي، لا يقاس بانه وحده نورمال وحده ابنورمال او اثنين هن ابنورمال. اوكي يعني اثنين هن مدرياسيس او اثنين هن مايوسيس. اوكي فبنصير هيك حاله عندك، فانت ما تقدر تقول اليسرى هي المايوسيس واليمنى هي، لانه ما تعرف طبيعتها وما تعرف شكلها قبلها. انا المهم ما ارد اطول عليكم، بس الموضوع واضح فاهمين يا شباب؟ نعم دكتور واضح، شكرا جزيلا. موعدنا العفو لا بالخدمه، موعدنا يوم الاحد ان شاء الله بثمانية الصور 8 الصبح نكمل الماسكرينك اغونس، بس شوي اريد تفاعل يوم الاحد من الصبح، اريدك منتظر تفتح المايكات كلها، واريد كل يشارك. اوكي حاضر دكتور صح، وراح تصير الاسئله بي، فحضروا نفسكم لانه انا راح اختار من الاسماء واشوف موضوعنا الفات شنو صرنا به وشنو وصلنا به. اوكي حاضر دكتور شكرا شباب، دوخناكم بصراحه. لا بالعكس دكتور شكرا جزيلا، يلا تشرفنا. هلا وهلا وهلا، شكرا لك، هلا بك، الله في معنا.